Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Saudara-saudariku sekalian yang dimuliakan dan dicintai Allah subhanahu wa ta'ala. Tema rukyah kita kali. Rukyah penyembuh segala penyakit yang bersarang di badan kita. Bagi saudara-saudara sekalian yang ada penyakit lahir jasmani, penyakit-penyakit kronis yang sampai hari ini belum ada kesembuhannya. Ataupun saudara-saudaraku sekalian yang terkena gangguan jin, sir, santet, teluh, tenung, sekuat apapun. Coba kita dengarkan ayat Etrukia dan doa ini. Kita berdoa bersama-sama. Semoga segala penyakit-penyakit kita disembuhkan dan tidak meninggalkan bekas sedikit pun. Amin, amin, ya rabbal alamin. Siapkan air putih di hadapan kamera ya, untuk kita minum kita berdoa bersama-sama. InsyaAllah, semoga doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jikalau sudah siap, dengarkan. Saya akan membacakan ayat terukia dan kita memohon pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirrabbilalamin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم رب الناس اذهب الباس اشف انت الشافي لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما اللهم رب الناس اذهب الباس اشف انت الشافي لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما اللهم رب الناس أذهب البأس اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما اللهم عافنا في بدننا اللهم عافنا في سمعنا اللهم عافنا في بصرنا لا إله إلا أنت اللهم عافنا في بدننا اللهم عافنا في سمعنا، اللهم عافنا في بصرنا، لا اله الا انت، اللهم عافنا في بدننا، اللهم عافنا في سمعنا، اللهم عافنا في بصرنا، لا اله الا انت بسم الله الرقيق والله يشفيك من كل داء يضيق، ومن شر حاسد إذا حسد، ومن شر كل ذي عين الله يشفيك. بسم الله أرقيك والله يشفيك، من كل داء يضيق، ومن شر حاسد إذا حسد، ومن شر كل ذي عين الله يشفيك. بسم الله أرقيك والله يشفيك، من كل داء يضيق. ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر كل ذي عين الله يشفيك بسم الله الشافي بسم الله كافي بسم الله معافي بسم الله الذي لا يضر اسم شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الشافي بسم الله كافي بسم الله معافي بسم الله الذي لا يضر أسم شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الشافي بسم الله كافي، بسم الله معافي، بسم الله الذي لا يضر عسمي شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. <سؤال> نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، نعوذ بكلمات الله التامة من قدر عقابه ومن شر عباده ومن همزات الشياطين حضرون إني أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهمه ومن كل عين لامة أسأل الله رب العرش العظيم أن يشفيك أسأل الله رب العرش العظيم أن يشفيك أسأل الله ربنا رش العظيم من يشفيك اللهم إن نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم إن نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم إن نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم إن نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلم اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلم ونستغفرك لما لا نعلم اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلم ونستغفرك لما لا نعلم بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير الا الله بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء الا الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمه فمن الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير الا الله بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء الا الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمه فمن الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير الا الله بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء الا الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمه فمن الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم بسم الله بسم الله بسم الله نعوذ بعزه الله وقدرته من شر ما نجد ونحاذر بسم الله بسم الله بسم الله نعوذ بعزه الله وقدرته من شر ما نجد ونحاضر بسم الله بسم الله بسم الله نعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما نجد ونحاضر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقل جاء الحق وذاق الباطل إن الباطل كان زوقا وننزل من القران ما هو شفاء ورحمه للمؤمنين ولا يزيد الظالمين الا خسارا وقل جاء الحق وزاق الباطل ان الباطل كان زهوقا وننزل من القران ما هو شفاء ورحمه للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا ويشفي صدور قوم مؤمنين 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 ويشفي صدور قوم مؤمنين، ويشفي صدور قوم مؤمنين، ويشفي صدور قوم مؤمنين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإذا مرضت فهو يشفين، وإذا مرضت فهو يشفين، وإذا مرضت فهو يشفين، وإذا مرضت فهو يشفين. وإذا مرضت فهو يشفين، 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 وإذا مرضت فهو يشفين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل 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 أنزلناه وبالحق وبالحق أنزلناه وبالحق نزلا، وبالحق أنزلناه وبالحق نزلا، وبالحق أنزلناه وبالحق نَزَلَ وبالحق أنزلناه وبالحق نزلا، 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 وبالحق أنزلناه الله وبالحق نزل وبالحق أنزلناه وبالحق هو نزل وبالحق انزلناه وبالحق نزل وبالحق انزلناه وبالحق نزل وبالحق انزلناه وبالحق نزل وبالحق انزلناه وبالحق نزل بسم الله الرحمن الرحيم يا حي حين لا حيا في ديمومات ملك وبقائه يا حي يا حي حين لا حيا في ديمومات ملك وبقائه يا حي يا حي حين لا حيا في ديمومات ملك وبقائه يا حي يا حي حين لا حيا في ديمومات ملك وبقائه يا حي يا حي حين لا حي في ديم مات ملكه وبقائه يا حي يا حي حين لا حيا في ديم مات ملكه وبقائه يا حي يا حي حين لا حيا في ديم مات ملكه وبقائه يا حي يا حي حين لا حي في ديم مات ملكه وبقائه يا حي يا حي حين لا حي في <applause> ديم مات وبقائه يا حي يا حي حين لا حي في ديم مات وبقائه يا حي يا حي حين لا حي في ديم مات وبقائه يا حي يا حي حين لا حي في ديم مات وبقائه يا حي يا حي حين لا حيا في ديومات ملكه وبقائه يا حي يا حي حين لا حيا في ديمومات ملكه وبقائه يا حي يا حي حين لا حيا في ديمومات ملكه وبقائه يا حي يا حي حين لا حيا في ديمومات ملكه وبقائه يا حي يا حي حين لا حيا في ديمومات ملكه وبقائه يا حي يا حي حين لا حيا في ديمومات ملكه وبقائه يا حي يا حي حين لا حيا في ديمومات ملكه وبقائه يا حي يا حي حين لا حيا في ديمومات ملكه وبقائه يا حي يا حي حين لا حي في دين ممات ملك وبقائه يا حي يا حي حين لا حي في دين مات ملك وبقائه يا, حيو. يا حيو حي وبقائه يا حيو. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم بحمك أهي الشرام هي دنيا أصبر إن شدايا اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم بحمك أهي الشرام هي دنيا أصبر أن شدايا اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم بحق أهي شراه يدنا يصب موتنا من اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم بحق أهي شراه يدنا يصب موتنا اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم بحق أهي شراه يدنا يصب موتنا Allahumma inna nas alung gadis niga logam, bihanki akhir syarah ya dunna yang sembang putih ngaling syedaya. Allahumma inna nas alung gadis niga logam, bihanki akhir syarah ya dunna yang sembang putih ngaling syedaya. Ya Allah, ya rok kami, kami memohon pertolonganmu kepada saudara-saudara kami yang hari ini sakit, apapun jenis penyakitnya: penyakit lahir jasmani, penyakit yang belum ada kesembuhannya. Kami mohon ya Rab, angkat dan sembuhkan segala penyakit-penyakit saudara-saudara kami yang ada di badannya. Ya Allah, hancurkan segala virus-virus, bakteri-bakteri, kuman-kuman, segala gangguan jin, sihir, santet dan sejenisnya di dalam tubuh-tubuh saudara kami. Jika ada penyakit-penyakit hati, maka keluarkan. Jika ada penyakit-penyakit rohani, hancurkan. Jika ada penyakit-penyakit yang berasal dari sihir-sihir hantaran, santet dan jenisnya maka kembalikan ke asal dan pelaku-pelakunya. Ya Allah, Ya Rob kami. Dengan wasilah ayat-ayatmu yang maha sempurna, kalimat-kalimatmu yang maha tinggi, nama-namamu yang maha baik. Kami memohon pertolonganmu, Ya Allah. Sembuhkan penyakit-penyakit saudara-saudara kami. Tanpa ada bekas sedikit pun. Hilangkan segala penderitaan-penderitaan rasa sakit yang ada di badannya. Dengan wasilah ayat-ayat yang kami baca dan doa-doa yang kami panjatkan. Ya Allah, Ya Rabb kami, engkaulah penguasa langit dan bumi, engkaulah zat yang maha kuasa dan maha berkuasa, engkaulah zat yang maha perkasa, engkaulah zat yang maha menyembuhkan, engkaulah zat yang maha hidup dan menghidupkan, engkaulah zat yang maha berdiri sendiri tanpa membutuhkan bantuan satupun. makhluk makhlukmu. Ya Allah, Ya Rabb kami, sembuhkan segala penyakit penyakit saudara kami, sembuhkan dan segala gangguan jin, sihir yang ada di badan badan saudara saudara kami bihaqqi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in bihaqqi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in bihaqqi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in wa hasbunallahu wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir. wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim Saudara-saudaraku sekalian, air yang dihadapannya bacakan Al-Fatihah tujuh kali, An-Nas tujuh kali, Al-Falaq tujuh kali, Al-Ikhlas tujuh kali, ayat kursi tujuh kali. Setiap satu kali bacakan, tiupkan. Satu kali surat, tiupkan. Ya, bagi yang tak hafal boleh menyuruh keluarganya atau orang lain yang bisa menghafalkan ayat-ayat tadi. Lalu setelah itu, saudaraku silahkan berdoa memakai hati, jangan pakai lisan. Tembuskan ke langit doanya, minta kesembuhan Allah, minta pertolongan Allah agar segala penyakit di badannya diangkat dan disembuhkan. Insya Allah Taala yakinlah. Ma anzalallahu daan illa anzalallahu dawaan. Tidaklah Allah turunkan penyakit. Melainkan Allah akan turunkan kesembuhannya yang tak menyisakan bekas sedikit pun ulang-ulangi terapi ini ya sesudahnya minum air ini usapkan ke wajahnya ke kepala atau ke seluruh tubuhnya lalu yakinlah bahwa Allah maha menyembuhkan lalu minum air itu jika ada air zam-zam silakan pakai air zam-zam dicampurkan atau jika ada madu pakai air madu ya madu campur air dingin ya rutin lakukan ya insya Allah rasakan keajaiban dan kedahsyatan daripada doa-doa kita doa-doa saudara-saudaraku sekalian yakinlah bahwa Allah maha menyembuhkan Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kami sampaikan. Silahkan ulang-ulangi terapi ini. Dan jangan lupa untuk selalu menyaksikan video-video kami di channel Quran yang terapi. Mudah-mudahan Allah memberikan kebaikan jalan keluar dari masalah-masalah yang kita hadapi. Apapun itu masalah yang dialami saat ini. Jazakumullah khairan kasira. Bagikan video kami ini kepada saudara-saudara kita yang ada di grup-grup WhatsApp, -grup Facebook, dan media-media sosial dan lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.